قطاع الكيماويات في ألمانيا أصبح واحداً من أكبر ضحايا تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، فهذا القطاع الذي يعد ثالث أكبر صناعة في ألمانيا بعد السيارات والهندسة يعتمد في ثلث قطاعه على واردات قادمة من آسيا، وتأخر وصول هذه القطع بسبب اعتماد الكثير من شركات الشحن لطرق أطول، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل على الشركات الألمانية دفع بالكثير من هذه الشركات إلى تخفيض إنتاجها. معهد كيل للاقتصاد العالمي قدر بأن حوالي 10% من التبادل التجاري الألماني يمر عبر قناة السويس، وهذا يعني بحسب أرقام العام 2022 بضائع تصل قيمتها إلى 310 مليارات يورو، علما بأن حجم مبيعات قطاع الصناعات الكيماوية وحده في ألمانيا يبلغ قرابة 260 مليار يورو. غرفة التجارة والصناعة في ألمانيا قالت في تقرير مطلع هذا العام إنه منذ نهاية العام الماضي غيرت معظم شركات الشحن طريقها من وإلى أوروبا عبر الرجاء الصالح، الطريق الأطول والذي يضيف على الرحلة بين 6 أيام إلى 14 يوماً، وهذا بدوره أدى إلى مضاعفة أسعار النقل بحسب مؤشر دروري للحاويات العالمية، ما تسبب كذلك بانخفاض الواردات والصادرات من وإلى ألمانيا بنسبة 2% في ديسمبر الماضي لكل منهما.